يا خويا شنو الراي ديالك على التصريح ديال وزير العدل؟ اولا السلام عليكم وخويا. بالنسبه للتصريح ديال السيد الوزير، ما تصريح ما والو بالنسبه ليا انا. علاش؟ حيت انت انتقدت شي ولاد الشعب، حيت لا قلتي انت يا راه ولدك قرا بالفلوس وقرا في كندا، يعني انت كتنتقد ولاد الشعب، يعني حتى ولاد الشعب خاصهم يطلعوا لكندا باش يقراو، باش يقراو على المحاماه وينجحوا في الحياه ديالهم. ماشي هذا هو الحل، وماشي هذاك هو الاسلوب، انك غادي تهضر مع الصحافي. واخا انت بغيتي تستفز الصحافي، ولكن ماشي هذاك هو الاسلوب باش تستفز الصحافي. الا حيت انت استفزتي الصحافي بهذيك الطريقه، استفزتي حتى الشعب. ما تقولش لنا لا انا بغيت نستفز الصحافي، لا انت استفزتي حتى الشعب. وماشي اسلوب وطريقه ديال الوزير يهضر مع الشعب بهذيك الطريقه. هنا كنشوفوا ان كاين بزاف ديال التخلف وبزاف ديال حريه التعبير. يعني انت عبرتي وبغيتي توصل واحد الميساج، ولكن وصلتيه غلط، وماشي هذيك هي الطريقه. انا بالنسبه لي المشكل ماشي كاين في المحاماه ولا في الكنيه فلان ولد فلان، المشكل ديالي هو الطريقه باش هضر مع الصحافي وكيفاش استفزو وكيفاش وصل الميساج للشعب. يعني هذاك الميساج وديك الطريقه غلطه ومفهوم غلط. يعني هنا كتبدا المحاسبه، يعني هو خاصو ماشي كنقول لك محاسبه على داك الطريقه ديال الكلام ديالو والهضره ديالو مع الشعب، حيت ما كتبقاش صحافي. الصحافي دار خدمته، هو وصل ميساج للشعب بانك انت كتهضر بهذيك الطريقه، وطريقه عشوائيه وبلغه الخشب. هذا هو اللي يمكن لي نقول لك اخويا. وبالنسبه للوزير العدل وهبي اللي هو يمثل كنظن حزب الاصاله والمعاصره، كنظن ان التصريح ديالو تصريح اللي هو تصريح صراحه تصريح غير مسؤول من طرف وزير اللي كيمثل الحكومه المغربيه. كنا خدنا كنظن واحد المثال على السي وليد الركراكي اللي كان قال لنا اننا نتعاملوا بالنيه، وان النيه هي مهمه، والانسان يخدم ويحاول انه يخدم باش يوصل لذاك الشيء اللي بغى ليه. وكنظن ان بحال هاد الناس هادو ما تيخليوكش انك تخدم بالنيه ديالك، وما تيخليوكش انك تخدم بصح بالحب ديالك وبقلبك وبالعمل ديالك انك توصل لواحد المستوى. الناس دوزوا امتحانات في المحاماه ودوزوا بطريقه اللي هي جيده، وما تمكنوش انهم ياخذوا الدبلوم ديالهم اللي يمكنهم انهم يزاولوا مهنه المحاماه. بينما اولاد وهبي اللي شنا مع هذا الشيء شي 40 واحد اللي هو من الاسم ديال وهبي اللي هما ربحوا وخذوا لي ديبلوم، كيفاش علاش الله اعلم، حنا ما عارفين شنو كاين. كنتمنوا من الله ان تفتح تحقيق في هذا النازله هذه. كنظن ان التحقيق غادي تفتح وغادي تاخذ الاجراءات اللازمه في اي واحد شارك في هذه الفضيحه وفي هذه الكارثه للمغرب. وشوف باك البلاد غدا باك صاحبي، كنظن ان المشكل كاين، هذا المشكل كاين ديال ان المحسوبيه كاينه ماشي غير في المغرب، كاينه في العالم كامل، ولكن كاينه حنا عندنا في طريقه اللي هي طريقه كبيره وطريقه اللي هي ابيزي شويه. نتمنوا من الله ان الانسان اي واحد خدام في شي بوست في هذه البلاد هذه، موظف وزير اي بوست، الانسان يخدم من قلبه ويخدم بالروح الوطنيه باش نزيدوا بهذه بلادنا القدام ان شاء الله. الصراحه كيفاش نقول لك، هو ما دابا هو وصل ولادو حيت عنده الفلوس، كاين دابا اللي ما عندوش، ولادو كيقراو كيتحاربوا داك كلشي باش يجدوا شي بلاصه مزيانه، ولكن هو ما عندهم داكشي وارثينه. الاولاد كيورثوا على الاب، ولاد الاولاد كيورثوا على الجد. دابا هو ما غاديش يحيد ديك البلاصه، غيجي شي واحد براني غيبغي غير ولده، وراك تشتي النتائج. وهبي 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 وهبي، ما كاينش شي واحد براني، العائله مقربه تلقى خمرتو ولا شي واحد هما اللي واصلين. اخويا اش نقول لك، مابقينا كنفهموا والو في هاد البلاد هادي. دابا انت كتقرا، شديتي الباك، شديتي لايسونس ديالك، كملتي كلشي، غادي تمشي تدفع في شي بلاصه وغير شي واحد باه صاحب داك خونا من الشركه غيدفع لولده، شكون اللي غادي يتقبل؟ واش انت ولا هو؟ باينه غادي يتقبل با صاحب هذاك اللي با صاحبه ولا غادي يتقبل، واخا انت تكون راسك عامر عليه وعندك معلومات بزاف عليه وديزانفورماسيون اللي مدوزك شهر منه، ما غاديش تقبل، حيت الاخر با صاحب ما يبغيش يخيب لصاحب. بخصوص هذا الموضوع هذا، تيبان لي ان هذا الراي تيشجع على العنصريه في البلاد، وتيشجع على المحسوبيه والزبونيه في المغرب، وهذا الشيء تاثر بزاف على حتى على الشباب وعلى النظر ديالهم اتجاه البلاد. وحتى هذا واقع تنعيشوه، تتمنوا انه ما يبقاش مستقبلا.